ينضم إلينا عبر الهاتف من بنغازي وحيد الزوية المتحدث باسم كتيبة شهداء الزاوية. مرحبا بك معنا سيد وحيد. إذا مبروك بداية تحرير مدينة بنغازي من تنظيم داعش والتنظيمات المتشددة. جهودكم في هذا الصدد في تمشيط المناطق التي حررت من التنظيم وإعادة تهيئة المدينة لتكون خالية من أي ربما مظاهر مسلحة أو مفخخات أو ما إلى ذلك، مخلفات تنظيم داعش. بسم الله، الحمد لله على كل حال، والحمد لله على استقرار الجيش فضل الله. حاليا تقريبا هي العمليات العسكريه انتهت بشكل عام. حاليا في منطقه قديمه اللي هي الشوارع الضيقه واللازقه هذه في الواقع بين سوق الحوت والصابري، يقوم الان الجيش بتمشيطها. طبعا الاليات تصعب دخولها في هذه المناطق، لذلك يتدخل الافراد الراجلين وتقوم الهندسه العسكريه بفتح الممرات لتمشيط طبعا بيوت في عمارات تتكون عدة طوابق فتحتاج الى وقت لتمشيطها. قام الجيش يوم امس او الامس بتسليم محلات سوق الذهب الواقع في طبعا يعتبر اكبر سوق الذهب هو في المنطقه الشرقيه موجود في هذه المنطقه. قام الجيش سيد وحيد، يعني ارجو منك ان تبقى بعيدا بعض الشيء عن الهواء كي نستطيع سماعك بشكل جيد. للأسف هي التغطية تعبانة شوية عندنا هنا في المنطقة. تسمح فيها؟ هل صوت واضح؟ نعم تفضل. صوت واضح إن شاء الله؟ نعم أسمعك جيدا تفضل. قاموا قلت لك الجيش بتسليم محلات الذهب، المصوغات الذهبية والأموال التي كانت موجودة في محلات الذهب لأصحابها بعد حضورهم وطبعا مفاتيحهم وتعرف الجيران عليهم. قام تسليم مستندات رسمية وحاليا إن شاء الله الأمور طيبة، الهندسة العسكرية شغالة بإمكانياتها الضعيفة البسيطة التي نتمنى أن يتم رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي لاستجلاب معدات متطورة لسرعة الإنجاز في هذه المنطقة وغيرها. نعم شكرا جزيلا لك وحيد الزوي المتحدث باسم كتيبة شهداء الزاوية متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من بنغازي.